أعلن منتدى شباب الديمقراطي انضمامه لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية للمشاركة في العمل السياسي المساند لبرنامج رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز وتدعيما لما وصفها بالإنجازات التي تحققت في عهده. جاء ذلك خلال حفل نظم بنواكشوط بحضور رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. إن منتدى الشباب الديمقراطي الداعم لرئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز بعد مراجعات واعية ونقاشات مثمرة واعتمادا على تحليل واقعي للساحة السياسية والتحولات التي شهدتها البلاد وانطلاقا من رؤية المنتدى لما تحقق من إنجازات في ظل قيادة رئيس الجمهورية الرئيس المؤسس لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية فإن المنتدى قرر بكامل هيئاته ومندوبياته على امتداد التراب الوطني الانضمام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية. وتعليقا على قرار المنتدى، دعا رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيد محمد المحم شباب المنتدى إلى أخذ موقعهم في العمل السياسي الرامي إلى بناء موريتانيا الجديدة وفق رؤية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. داعيكم أنكم تفرضوا رؤيتكم نصر وتفرضوا قوتكم واكسين قالوا لجندا ورجندا دائما خلق. داعيكم أنكم تفرضوا مشروعكم التغييري نصر أنكم لا تقبلوا تهمشوا الله. لا تقبلوا تعيشوا على هامش التاريخ ولا هامش الوطن ولا هامش المرحلة. داعيكم أنكم تدعوا خزامة البلد الله. وأنكم تحرروا من الفكر الظلامي الله. وتحرروا من ذيك الناس اللي حاولوا تتركوا 50 سنة الذي عدلنا في 5 سنوات ما قد يعدل في 50 سنة. النصر داعيك منكم الذي ما قد يعدل في الماضي تعدلوا انتم اليوم. النصر قرارات اليوم وتعودوا تحاربوا التفرقة وتحاربوا القبلية وتحاربوا الجهوية وتحاربوا التفرقة بين الموريتانيا. وتعرفوا ان الموريتانيا قلب اللي يتفرق لا الحق انكم تعودوا فوق خلافاتهم. النصر والمطلوب منكم اليوم ويا شمس منكم اليوم